قدمنا فعاليات طبعا 9 شهر في مهرجان وزير الابحاث على المنظمات تحت الرعايه الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله. سعداء تكون نجمه هذه الندوه النجمه المغربيه الكبيره ناطحه. فان شاء الله نتمنى يتسمعوا، انما الجديد الجديد
انا بلاص غنمي وجمهور ما كيتبعنيش وما كنتش غنمي وجمهور ما كيتبعنيش معايا فنقدر نحاول انا نمر بهاد البارح ولكن نحاول ان شاء الله طبعا غادي نحاول معناتها انا نكون مجتهد يعني في التواصل مع الجمهور ونحاول نعطيو شكل اخر ربما في شكل ربما في الموسيقى ربما في هذا باش نكونوا في مستوى المهرجان والافتتاح بالخاص أول حاجة صحتي بالنسبة لي في الحرب مع الطلاق شوية صعيبة حيت من فترة ما فتحت فيها مع الطلاق ماشي غير مع الطلاق أنا عندي حياة أخرى هي ألماس كنديرها ديكور وكنرجع للناس الحمد لله والشكر لله والحمد لله على الشكر يعني ماشي مشكل باش تشوفوا هذا الشيء ربما هذا الشيء ما كتعرفوا حتى شي حد كنقول كيسول لطيفة وجميل لطيفة يا ريت لو كنت درت جميل وما وقعليش هاد المشاكل هنا لمدة 7 سنين ولكن عاني من هذا المشكل واللي هو مازال قائم ومازال عندي بعض العمليات كما كيعرفوا نيزون دي بوندو كلاس اللي خرجوا في العنق وخصوصا لي زغلو وكل دكتور وهذا كنوجه نصيحة للشباب والشابات ماشي أي واحد يجي يقول لكم فلان مزيان دكتور مزيان تمشيو عنده فأنا مر عليا ربما عشرات ديال الدكاترة وكلهم كانوا النصائح ديال الناس أسير عند هذا سير عند هذا فكانت ربما التجارب كانت في العقد ديالي والحمد لله اخيرا يعني لقيت اللي الحمد لله الحمد لله احسن عانيت ولكن الحمد لله اللهم لا الحمد دابا احسن الحمد لله. كيف صارت النجمه الفرحه اليوم ان شاء الله تفتح مع رجل الوزير في منصه سبعه ان شاء الله تفضل يا كاين واحد التجاوب لكن ماشي بحال الاغاني القديمه
انا حاولت نعاود القطع القديمه اللي ما تعرفش الجيل ديالي وما تعرفش الجيل اللي هو الان منهم قطع السي رحمه الله اسماعيل احمد وابراهيم العالمي قطع جميله بحسب تعليق عيد الناي والتلاميذ يعني الان ندخل بعد نكون صراحه معكم وكندخل بعد التعليق اش غنت النادي خويا وغيرها هي كتعاود بالعكس انا وصلت 90 قطعة يعني عندي قطع ديالي ولكن هل كتسمعوهم فهذا هو المشكل يعني أبقى من غير انك تعاود خصنا واحد الوعي فني يكون عند السامعة وعند الجمهور فانا عطيت يعني اللي بغا وكرا اللي كرا انا عطيت نفس الاغنية القديمة اللي هي اشداني سمعت عليك العناي على شي غزالي فحاولت نعاود هادو انما انا جاولي صراحة نتمنى الجيل اللي من بعد مني يعاود القطع ديالي مازال خدامة بالقطع ديالي فما التسجيلات ما غاديش يفيدوني لان انا اساسا التسجيل ما تيتسمعش بزاف يعني الناس كتسمعني سهرة يعني سهرة غادي تسمعني كنحاولوا نروجوا للسوشيال ميديا باش يديروا مرتهم معايا في السهرات فهاد القضية ديال إعادة الأغاني وأنا قلتها واحد النهار في المسرح أبا من أبا مازال كنعاود القطع القديمة ديال الفنانين ديالنا الكبار مازال كنسمعهم وهم على عاتقي وكانت من غير على عاتقي فهو انا قلتها مع الاخوان ولكن اليوم غادي نقولها هذه كانت نصيحه من النصيحه ديال المغفور لها الحسن الثاني انا قال لي سمع الاغاني القدام اغنيهم وبالصدق هو او يعني من عنده حتى انه عندي اشدني ولا مشيت كتبالي بيدو فكانت من ضمن الاشياء اللي خلاني انني نتج الاغنيه القديمه باش تعاود من جديد ان شاء الله ونتمنى نزيد نسمع ونسمع الاغاني القديمه باش تعاود الحمد لله هم وصلوها وصلوا للشهرة ديالهم
المشرق المغربي والشرقية، وانا الحمد لله وصلتها ما وصلتهاش نسبيا، ولكن الحمد لله تعرفت المغربي وبقيت مميزة كفنانة مغربية. بالرأي الوطني خفقت الأغنية المغربية خفقت بمكسب المحافل الوطنية والقارية والعالمية أيضا العربية. سؤال تفرفت مؤخرا يعني تسيديو مع الفنان المغربي محمد رفاعي، فما خدنيش الذاكرة، عمل فني أعتقد جديد، التوجه ديالك طبعا للأغنية أعتقد شبابية مع جيل الصعيد حامل مشعل المستقبل في الشبابي، بغينا نعرفوا التوجه ديالك هذا وجديد الفني. يعني نفس الجواب عن السؤال ديالك هو السؤال ديال الجواب، هو انه جديد مع رفاعي، كاين رفاعي كاين بزاف الشباب، لكن ولو انه يكون شباب تيكون عندهم واحد النكهه ديال المغربي الاصيل، فانا يمكنني نقول على الاغنيه بالاخص الاخص ديال رفاعي فغتكون مفاجاه، لانها واخده جميع الايقاعات اللي كاينه في المغرب. فهذا هو الأهم، أننا نوصلوا القطعة المغربية وخاصة الآن لأنه واحد القضية، حنا دوزنا العذاب الأليم ونظر على الأخت اللي ربما تكمل على السؤال ديالك. حنا ملي كنا كنمشيو نغنيو مغربي كيقول لك ما كنفهموكمش، بحال كنديرو بالشينوية، حتى حد مزيان هنا فوق دابا الآن كيرغبو وكيطلبو باش يغنيو مغربي. عشت أنا كنت كنقول لها ربي فوقاش نعيش ونشوف الأغنية المغربية وشي كيتهبط عليها، والحمد لله بفضل الله ربي ترجع طبعا الشباب ديالنا سواء ملحنين أو كتاب أو حتى فنانين، يعني الشباب اللي وصلوا الأغنية المغربية. الآن أنا مش باغي الأغنية المغربية، كلشي باغي يغني باللهجة المغربية من غير المهرجانات حتى كيسجلوا أغاني، فكان عندنا مشكل أننا نغنيو المغربي. كي كتمشي المهرجان قرطاج جراج يعني عدة مهرجانات هدرت فيهم المغربية، والله العظيم المجاري المغربية ديالنا اللي كتشجعنا ما هو كلشي اللي غير بصح ما تيفهمو، وكيف بحال اش توقع الآن؟ واللي وقع هو أن هاد الشباب ديالنا المغاربة وصلوا الأغنية. ثانيا كيف الإعلام؟ يعني كما قالت واحد أختي صاحبتي هاد شنو يقولوا له الدمار الاجتماعي ماشي التواصل الاجتماعي، وي هاد وسائل الدمار الاجتماعي اللي ولات دابا تيشجعك الحمد لله، يعني الأغنية غتسمعها سواء مزيانة أو خايبة، فبالعكس أنا سعيدة جدا بهاد الإنتاجات اللي تيديرو الشباب، والحمد لله أن الأغنية المغربية وصلت. مساء النور على الضيفة، معك زوير موقع بيتي نور، السؤال الأول ديالي هو شنو المشكلة اللي كتشعر بها الجمهور في البرمجة؟ والسؤال الثاني هو Thank you.